هنا بدأ المخطط يتراجع، لكن نتنياهو يريد أكثر من ذلك. عندما يتحدث نتنياهو بفكرة الحرب البرية، وهذا الأمر حتى يكون بإدراك الجميع، نتنياهو هو لا يستطيع أن يدخل بحرب برية كاملة بإعادة الاحتلال لقطاع غزة، لأنه لديه تجربة سابقة في عام 2014 لم يستطع أن يتقدم 100 متر في حي الشجاعية لوحده، وجنوده خرجوا ويولولون ويقولوا بأن نار جهنم قد فتحت من تحت الأرض علينا. هو يدرك حجم الخسائر التي سيتلقاها، ولكن نتنياهو يحاول أن يوهم أو أن يبيع إلى شعبه مجموعة من الكلمات الزائفة والمنمقة في محاولة تسجيل نصر على جماجم الأطفال والنساء الذين يستهدفهم. بهذا السياق نتنياهو يحاول أن يتلاعب بالألفاظ في وإطالة أمد العملية. لماذا إطالة أمد العملية؟ لأن نتنياهو يدرك جيدا بانتهاء العملية سينفرط عقد الحكومة وسيذهب إلى المسألة، وقد يذهب إلى المحاكمة ليسجن على قضايا الفساد التي هو متهم